وتحت الشعار عفتي كرامتي عنوان هويتي، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، لا شك أننا نعيش في عالم مليء بالمعارك الشرسة بين المسلمين والغرب. إنها معركة القيم وحرب المفاهيم والمصطلحات، إلى جانب المعارك الاقتصادية والعسكرية. والعفة قيمة كبيرة من قيم الإسلام، وخلق رفيع من أخلاق القرآن، والمسلم عفيف بطبيعته. أيها الحضور الكرام، حتى لا أطيل عليكم، سأترك الكلمة لتناول الموضوع. في البداية للشيخ نجيب الطارجي، ثم بعد ذلك للأستاذ الكريم محمد بونيس. سي الحاج نجيب الطارجي فليتفضل مشكورا في ظرف 20 دقيقة، والأستاذ سي محمد بونيس في ظرف 40 دقيقة، وذلك لتناول موضوع العفة وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. فليتفضل مشكورين. بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يجيرني وإياكم وسائر المسلمين من النار والنار رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وسائر المسلمين من الفائزين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، في البداية الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان مع إخوتنا الكرام، أن يجمعنا مع النبيين عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام في الجنة، آمنا والعالمين. أيضا باسمكم جميعا أرحب بالسي محمد البوليس، فمرحبا به في دوار عمرنا في وسط إخوانه ومحبيه. نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وفي أبنائه وفي والده، لأنه يقدم للأمة الخير الكثير. نسأل الله أن لا يحرمه بدخول الجنة مع صحابة الكرام ونحن معهم إن شاء الله، آمين رب العالمين. إذن أيها الأخوة الكرام، فهذه الأنشطة حملة العفة قامت بها حركة الإصلاح على مستوى المغرب، حملة يعني حملة العفة، جماعة من حركة توحيد والإصلاح للمغرب من كمان من يمكن حملها مش مختلفة. هل كانت هناك حاجة لإثارة هذا الموضوع، موضوع عيسى؟ وش نحوج أن نسوي في الموضوع ونجد من عيسى؟ نيغ الدنيا تقول شيء بخير ونقع ما يمين عيسى، لأن يمسل من أقف المارس صالح إنسان، يصرف صالح إنسان، حشتي حارم ربي وغسل قارب حد نغمنا يا إنغان غلصنا مليح للمصائب المشاهدين، وخصوصا الفصل الصيف والنخريف اللي جاء يمسر من المسلمين الدولة يا رحمة ربي سبحانه وتعالى، إيه الصالح نسل. كذلك في الموضوع والدة العفة
شبكة الموضوع والإيتات لأنها مش الولاء في المجتمع المشنة. العفة كده ستصل تعريفات العلماء العفة إلى الإيتات، ولكن مش مقارس المنظور مش مقارس الكف مش في ممشي على الخلايا يقارس الكف عما لا يحين. أتمنى على فس نتش خميني حارم ركب أتمنى على الحارم ممكن باش نقصد باش نتهمار باش نقصد الموضوع عن العفة اللي يخسر فيه وهو العفة يخسر فيه. أتمنى على فس نتش خميني حارم ركب يفس نتش وقت سخاف غاب التعامل مالذ كلمة لها شك يتوحسب في قوة أنه يتجد يتمسكن سلقون قولة العفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المهمة التي بعث المسلم من أهل الشمية إنما وعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعفة خلق عظيم له من الأهمية بمكان في المجتمع المشكلة سواء فردا أو جماعة أو عفة خلقا عفة إيش خلق مهم عظيم جدا. فسنين يمكن سيوف الموضوع عميتا فالعفة مش إطار تشغيل الموضوع كذلك كيف دي التعريفة تنقل لك نحاول باش لنغل 20 منوت الوقت وها وصلنا من يعني مش الساعة كاملة. المهم خمينا إن شاء الله نسير خلنا نوضع عضلتات نحاول باش نلخص من يخسر فيه هو الكف عما لا يحل إثبات من عندي في السنش خماني حارم ربي أتمنى عندي الطاولة نش خماني حارم ربي أتمنى عندي مش جنش واسس فوق خماني حارم ربي لأن فينا مارة هذه نعم مارة جوارح هذه نعم نعم ربي سبحانه وتعالى لا يحل لك ولا يجوز لك أن توظفها في معصية الله عز وجل وفي ما حرم الله عز وجل عليك. فما رضي بسلم الجواري هذه لا في الطول نشف يحسب حد هذا تسمد ذي الطاعة ربي ما لك ما لا يشكك وحسب تكريش بعض العفة كذلك يشجل نشي تسنس الفرش ونص إلى خير ولكن لا تحاول ما يمكن بشر من الإسلام الإسلام مش رسول الله صلى الله عليه وسلم المهمة التي بعد الله عز وجل أجلين عليه إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق أي مرة الأنبياء ربوا سلسلة الأخلاق يجمع دار رسول عصر الأخلاق الأولين ثم يجمع غسائل يوم القيامة يبين مع رسول عصر الأخلاق إذن غيسي وغلاء ضمس الله العالمين سبحانه وتعالى الجنة. إذن لذلك فالخلق ولد في العفة ربما تنمي بالعفة ولتبت ولا ضمس ولكن مركة العفة السميدة يجعل المجتمع عبد ولكن مرة ولا يقول العفة هذا لدى المشاكل نمش غنسي والضر نمش غيز دير هذه الأرض السنشكاء إذن نمش نوش الأرضية وها ثم سمع من شاء الله غير الموضوع لنشتغل 20 مينوت وبقيت من الشنية التصعاد لأن أنت عليك نحن من كيلومتر إلى القوارة وحيث سيدر 39 مينوت قد 19 كيلو نزل الله عز وجل عليك نحن من كيلومتر إلى تخسر 39 مينوت إذا ولكن هذه تقبل بعد تصعيد في الكيلو تنير 20 مينوت الثاني إن شاء الله منتصف هذا النجاح إذا فالإسلام الإسلام ما يدوس الإسلام يوسف يدعو إلى إقامة مجتمع عزيز الكريم النظيف آمن مطمئن اسم الإسلام ما بيدوس. لذلك كبير شان حواج قال سنقولية الخمس للضرورة الخمس التي لا يمكن الإنسان أن يعيش في دنيا ذريش خمسة نقولية للضرورة الخمس تناء وزبادع شخص من بلان الثلاثين اجتماع الدين النفس العقل من الأدم كذلك المال كذلك العرض نغن إقامة عرض الرزق قال ستة نقولية إذن كل يتدين وزبادع شمي غن حاول اختصار أنسي وخشبنا في حواج من عنامنا مشزي وخلمان ثم كذلك العرض ثاني حواج شوية باختصار المال والعرض أنسي وثاني تدين فبأن المال والعرض هما أساس الفساد في الأرض إذا أساء الإنسان استخدامهما أو توظيفهما سأكتفي بالحديث عن هذين العنصرين عنصر المال وكذلك عنصر العرض. فالله عز وجل وضع أسسا رب سبحانه وتعالى يجشل الأسس وزمر ذيك عن المبنين بلايين لا تستقيم الحياة بغيرهما الأسس الأسس هذه الأسس التي وضع الله عز وجل لا يمكن للحياة المستقيمة بدون هذه الأسس. من هذه الأسس أن يأكل الإنسان من عمل يده من كد جبينه زي الأسس الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى المال يكذ العرض المال قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما
يقرعون وإنه لحب الخالق لشديد. الإنسان يتحب يقرأ إذا فهل الفترة يقطع الزوج للذنب لم لم يتحب يقرأ لك. ولكن سبب بميخ خلص الإنسان يدير مطاع شيء وقرأ وشي يجمع سكو الشيء يبقى الصدار بشأن القانون باش يحس الخوة قرأ وريتات يبقى الصدار بالقانون ما مش غير ما مش غير لك. إذا رب سبحانه وتعالى قال لك عشان ما شفت لهم زيادة أحتاج شفت أتحب الأجراء لأن مرات في الأجراء ما ليش غي حاركا باش تكاد تخل مدى الجهد مدى القلب باش تحس الخوادر. إذا باش تحس الخوادر يا وليتك لا بد تخصيش أتي سد تخمي لا تكديش لي مجهود باش تكون أحد أجراء يا وليتك توعد الله عز وجل يتمر لكم باش حتى البرجاء لقد قالوا لا الذين لا تكون أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتؤدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا صدرت العالمين يمرن بشنا إن وجد الله فمن يوقع عنه الحكام؟ القاضي اللي باش يسلم في الشهر الناس اللي مش خاشين من جاب إلى زوال، مش خاشوا من جاب وال، إلى زوال كنزليس من شو نزليس من اللي حجاب. سواء ممكن يرموش لهذا غير تاع الإسلام، إيه تاع الإسلام يتزعاغ شنو هذا بنادم تاع خاص في السوق يتشجع يشفع عنه ومع ذلك انا بدا شات في شديش اللي هو ليس يمكن نقول اللي قاع ما يمين لان بنادم يلو يس مصدر خاص صغار. اذا الله عز وجل لذلك رب سبحانه وتعالى انت تلغي تحب يقرا كلش تحب يقرا الناس ثم الله سبحانه وتعالى يقرغش القانون باش يدير الجماد للكون ليستمر الجدل في الكون. امر الله عز وجل كل فرد من الامه ان يبحث عن رزقه بكد جميل استمستي لي صغير الشخص ونص باش يتنمى الجمال. ولكن في غير من يتغشى نغم نعار شهور نغم نلقى فمن يتوقع الملايا اذا الجمال اللي هو يتغشى الجمال اللي يخسر ربي سبحانه وتعالى خسير البشر. لذلك فالله سبحانه وتعالى انا نغار فخاص منش ويسمى هذا معظم مش لوش تكون لي هالشيء ودي غسل عضلات لي هالشيء ولكن يوم يصحى وانا تدلك ما قيصح يصل لي مش لوش هذا معظم وانا يتجلد هذا معظم المياز وخد بفاي وفيشا سيضاب في تمارين سنة لتعاون عبي باش وانا يتكوي سويس لتجاه وقرأ بيدا لأن ملك يتبنى من جوز ثوى سوال جميع غش لابد من الذي يختار وانا يتكوي سويس لتجاه وقرأ بيدا لأن ذي اللي بيسمو بيسم سكسين ذي اللي عارفين 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 ولا تفنغي يفوان وثي عثيم حد وثي عثيم حد إذن فلو تفنغ الهيشان ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في عامنا رمضان أربي طواج الجعب والنقع يسبد دقس يخوص وقع تشد بس الفوز لأنه يبدأ طواج واجه مخبني وزمالة بس الفوز لتسعة تنين. إذا حتى الله عز وجل يمان باش نخبني باش نخبني باش نخبني ثم بنادم ويسوز المختار الأكلة لأن المال مال الله سبحانه وتعالى تبخى يقرأ نشوة الشجرة بيرك سبحانه وتعالى الحق الاستيلاد ليس في المشكلة كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك زي السفق الصدقة السفق الزكاة السفق الزكاة لأن أجر يوليك وجهون شو حدك تواصل دي سيبو جميع أن أجر يوليك مالك من عند حبسك إما اختار وحق زرقه المشكلة هذا رب سبحانه وتعالى حارب الربا يا ربي حرم الربا يحرم الرشوه حتى الدوله الخبر نهار صار مثل الاشهار قناه السادسه قناه محمد السادس ربي دق على الرشوه لقيت عقلت وعقل خاصوميتي من عند وليدي ديش السنين ولكن ما نجلس مساري في القرن ما لا يؤخذ ما لا يقدمني ولكن تري ما مشلون ما مش الدستور ما قد الدستور غير تشدي الدوله الدستور غير عفاه الدستور قد اصبح ولكن وغيصبح الدستور ولا يفاز نمشي لان خصني من لمس رجلات الغش يقدر هذا الغش في الاخر هذه الشجره في الدنيا قاع وجه عشان يجي الغش يزيد يصار صعب صغار الاسلام ديالك مره حاولت منايا كذلك تلك الضرر رجل العور في الفساد خلصين من بعد ولتضمر الديانه من الضمار يحارب منايا ولكن نمش مسافر نمش مسافر منايا بروبي تشرني بس نمش مسافر لأن غني الجن الأعداء الملقاني لسيدنا لوط عليه السلام لوط عليه السلام مش لوط مبتدي بذلك الزقاء أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون تقالوا أن لوط عليه السلام يسد في السجدك يسرع فياخذ سواء لوط عليه السلام ولكن القوم المسلمة ضعفا من ذنب تحارب لوط عليه السلام
قال سيس بالخسوم غطقين أزدو تجدو كيف إذا احتاجش النهار كيف كيف ذين يوذان وأقصد ما أزدو كيف الهجوم خل الإسلام الهجوم خل الإسلام خمسة مرة خل إسجاد الإسلام ليلة نهار من يبنز بروبا مغر روبا تخل من يغسل تكاد مسألة السواد العفة يا ذو النقع من يكسل حصل شوية 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 حرمي تجي غادي كليسيا ديال كنيسة مشين كيف كيف لان الحصان العفة يا بنيتات يقارش المسجد وعلى المسجد عاد المسجد عاد يبقى عند يسرى المصاريف في رمضان نمشكو من سرادي أربعة من يثمة ثم يقارش رمضان جد كنجيني نكتسر اللي اغتمغى أسني بابس حصد الغطارة وي انتبه وانتبه تروح الطارة وي تروح لهم شان مغنيت حتى رمضان شرق قرآن شرق قرآن يتوقع عند يسرى سرينات من القاع يخلص سورة إذا المسألة ثانية القانون دستور البلاد دستور غرب الدولات أقل اسم ما رد بك ما قد دستور قال شيء يسمينه في مشرة نغز المشرة نغز الهشرة في الزيخ نسر حتى ما الذي نشر من القانا شقي توريس للسياح ذو النقع ولكن هو واحد من الشرة قد نغنيت نغلا إذا نشي نفرج نعدو نازل العباية تشبه الأشياء تنزلقوت نتوريس كارجي لهذا وهذا بهم واجبوها نمون جمعية حركة جمعية حركة الإصلاح جمعية المغنيت من ميلاز وناس ولون باش نتعاون باش نعاون المخزن المخزن حس وزن مال ديك شاء المخزن أعمل وهو شهيد الثاني سواء ما مشي يدير الموعظة الحسنة الحكمة مشينا مرة أمنكم منكر فليغير بيدي مشينا نغياء أمزوار السلطة غياء سوفوس ولكن شيء اللي سهل خمي غان مودي بجمعية مش نوضا قد ما المشكلة غان مدى مثلا دي فرفانة ما المشكلة غان مدى شاء غان مدى شاء حاجة من الشراء وإذا أنا خش نسيس من الجمعية نشي القرصة قديم الجمعية قديم الرئيس قديم الرئيس لا يجعل بركة قديم الجمعية ني قديم في قديم الجماعة فقيت الدنان ولا يجعل بركة هذه كان نحن الظلم جنحة الفغبار توجب التالي تتزل غيرتها الإسلام ما أتكلم تطوينش تكتشو قيد المنكر تكتشو تطوينش في مغارب مسلم من عارات إذا فنمسا هنا تولد شيء هذا المجتمع ما غير دستور يقبل تقلي الفوتو دي برا تبغالي انت عيالي الدستور يتعقد في ملايين هذا جات مغاربي حصار في انت عيالي الدستور يتعقد في ملايين ولكن يخسر غير فعل الدستور وليدات يخسر الشيء غير فعل الدستور اسني ليا الكلام من بماذا تجي الشر كان الدستور يثبت عقد الدستور يمنع ملايا قبل ما ليا ربي ربي سبحانه وتعالى القران انا المغرب دوله اسلاميه غصب دستور من ستار من بدل في الاسلام تدفع عن اسرائيل باسم زبارة على حساب يدفع عن الامه وخا ولكن بلد كان غار من ديس الجن غار من ديس الجن دستور بلد فعليه مشى مشى شويه الخمر اللي يعني انا يتحكم 20 مينوت الى 20 مينوت يخصص النهار المشكل غار من الجن ما نسمح يخدم الغزال المنكر وشان الشيخ سن شحال عدد الشباب اللي في مرض الايدز الامراض المنقوله الجنسيه بجميع اشكالها وانواعها واصنافها متواجده في شباب تاع الامه الاسلاميه في المغرب وغيره من البلاد اذا فالامراض الجنسيه على ما تتفسر طلع لك من نهار او من الظهر تحقق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار في رسول الله ملك الخبراء يظنه بل ما ليس بالزنخ بالسكن الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا سيحجب الحال من غير زي السيسي مسلم سلمين السيسي مسلم الكوانتر من هنا ماذا سيحجب الحال الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام خمي غزه الشباب الامي من دار الشباب من غير سيد الاعلام الاسلام ان من دار 14 سنه 13 سنه اخ مخدر الدنيا تعملت البليح من الشباب او الدمال والحصول على الدنيا ثم من النقطه المتزلزله ان شاء الله المساله هي الامراض المنقوله الجنسيه المصاريف الحجاب الزياده شحال الحجاب الزياده قبل المنظر اللي بارسا كنت الحجاب الزياده حتى تبقى قرب من البارسا في الزياده شتر من دايس قد يسال الحجاب لا لم يكن دار ما يميع يا الا يلبس تشد واتس زيس وجرشا اما في مساله الاجهاض طفال غادي تحت كيسن 600 مليون فازوا ما تقيم من عند في السن اللي فازوا وزاروا في تحت البلاد من القاع فالمصائب مش نوضي نحدث ولا حرج ربما السي محمد اللي تقول مقدر في نجاح ما مش دارس من طوايس من غاب كويس 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 نقع عند التطبيع من مصدرية الزراف من هذا مصدر الكتار فيهم جديد طالب مش نوضي قشع من الكتاب مش تسخانة إنكم ما مش بدين حد خاص كيف تنزل بلانس دوع بيسنس بلانس عند الزراف من الميمين تحت نامة تحت نامة نمشي من أنا في أهل الكتاب اليهود والنصارى يقدر المصائب جد سخان الخاص حتى
تنشري مثلا خشوع قال سكون الجن غاص الحرية مثلا من يخصو تنسقر في المنكر غاص الحرية مسؤولية واجب وقبال هذه الدعوة والشر والعياذ بالله كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.